بسم الله الرحمن الرحيم. معكم خميس أبو العريس، مهندس رئيس مختص في الأشجار المثمرة. اليوم باش نشوفوا نوع من أنواع التفاح البدري اللي هي يقولوا لها أنع، وشتلة أخرى اللي هي تتزرع معها تتغرس معها تلقاها اللي هي دورسيت جولد. احنا في فترة الازهار الكامل بلان الفلوريزون، هنا باش ننجحوا في الحصول على عدد من الثمار المطلوبة في هذه الغراسة، هو المحبذ تكون منحلة قريبة لتسهيل في امتلاء تلقيح الأزهار. هذا موضوع هام وهام جدا. تعرفوا أغلبية الفلاحة وأغلبية الفنيين في المجال هذا باش نتحصل على ثمار جيدة. هنا نشوفوا النحل قاعد يدور هنا ويلقح في الأزهار، ونشوفوا كذلك في بداية النمو الأوراق. في الفترة هذه الأوراق مازالت صغيرة، بعد الإزهار الأوراق هذه باش تكبر. دونك احنا تو لهنا لازمنا نعطيوهم الأسمدة المناسبة. السماد المناسب في الفترة الأولى هو مادة الفوسفور لتحفيز نمو الجذور، وعند نهاية الإزهار تبدأ مرحلة نمو الثمار، وبالتالي نقوم بعملية التسميد بانتظام. مادة الأزوت نعطيه، مادة الأزوت اللي هي الأمونيتر، نواصل نعطيه بكميات مناسبة من مادة الفوسفور وكذلك من مادة البوتاس والمانيزيا. هذوما الأهم العناصر الكبرى. العناصر الصغرى اللي نجمو كيف نجمو نعطيوهم، لكن نجمو نعطيوهم رشاً على الأوراق، اللي هي مادة الزنك، مادة المنغنيز، ومادة الحديد، ومادة البور. ثم المواد هذوما هامين، خاصة مادة الزنك في مرحلة النمو الأولي للأوراق. بطبيعة الحال فهمت لا باش نعطيهم بصفة مسترسلة حسب النمو الورقي، حسب نمو الثمار. ولهذا نختاروا في السوق أنواع من الأسمدة اللي تناسب النمو متاع الثمار هذه. المعروف هو أنها الثمرة هذه تنتج بدرية، معناتها نقولوا ابتداء من 15 جوان نتحصلوا على نضج الثمار متاع الأنا والدورسيت جولد. وقتها السوق يكون معناتها فارغة، ما فيهاش ثمرة التفاح. هذا التفاح يكون ربما الموجود يا اما يكون مستورد، معناتها في تونس يكون مستورد، وإلا بقية من التفاح المخزن في بيوت التبريد. بقية لأن الأكثرية ما ينجمش يقعد أكثر من 6-7 شهور في بيوت تبريد التفاح. ولهذا احنا نشوفوا توا كما قلت البلان الفلوريزون، الازهار التام، فترة الازهار التام هذه باش تدوم حوالي اسبوع. ونلاحظوا بعد اللي فما تساقط لبيتال، هذوما ما وقت اللي نضربوا هكا نشوفوا تساقط لبيتال، معناتها هذيك مؤشر اللي النوارة تلقحت باش تبدا نمو الثمار. وقت اللي يبدا نمو الثمار نشوفوا عدد الثمار، معناتها عدد الثمار اللي قاعدين ينمو، وبالتالي نجمو نختاروا نعملوا عملية تخفيف. هذه المرحلة الجاية نعملوا عملية تخفيف نجم نقول بالتو مبدئيا باليد، اختاروا الثمار اللي هي اللي هي عندها نمو طيب، ونبداو زادا في التغذية. نبداو نعطيو مثال مادة الكالسيوم، لأن الشتلة هذه عندها نمو سريع
وبالتالي يلزمنا نعطيه زاد كذلك ماده الكالسيوم، يا اما نجم نعطيوها في الماء كتسميد، ونجم نعطيوها زاد في الرش الورقي. ولهنا نشوفوا فهمتي لا في المواد التجاريه اختاروا المواد المناسبه لهالفتره هذه. هذا بصفه عامه الشتله هذه من احسن الشتل البدريه. ثم الشتل الاخرى في التجاريه معناتها عندها قيمه تجاريه ربما اكثر من الانا ولا تورسيت جولد، وربما زاد عندها الوان اخرى. تبقى احنا تو اللي موجود واللي نتعاملوا معاه هو الشتله هذه، نجم نثمنوها بطريقه جيده. والى اللقاء ان شاء الله في حصه اخرى.